أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. نالت البرامج الفن الساخر خلال الموسم الرمضاني المنصرم شهرة كبيرة في أوساط اليمنيين، وصفت خلالها بأنها الأكثر مشاهدة لا سيما بالقالب الكوميدي البسيط الذي تتميز به قضايا عدة ناقشتها تلك البرامج، وحملت في غالبها رسائل سياسية تتعلق بالوضع السياسي القائم في ظل سلطة الانقلاب التي لم تكتفي باختطاف الدولة بل عمدت أيضا إلى اختطاف الإعلام وتقييد حريته، وهو ما حدا بالعديد من الفنانين إلى اللجوء إلى الفن الساخر كمتنفس يمكنهم من خلاله إبراز انتهاكات الانقلابيين وكشف تناقضاتهم. وعلى الرغم من صعوبة الظروف التي يعاني منها الفنانون وشركات الإنتاج، إلا أنه تم إنتاج عشرات البرامج والمسلسلات خلال الموسم الرمضاني. حقق البعض في هذه البرامج مشاهدات قياسية استطاعت الوصول إلى عقل وقلب المواطن البسيط، ما جعل الميليشيا تعمد إلى اعتقال بعض أصحاب محلات الإنترنت بتهمة تحميل ونشر بعض تلك البرامج. حول البرامج الساخرة وتأثيرها على المواطن في اليمن في ظل سلطة الانقلاب تدور حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. في بداية الناشطة السياسية الأستاذ جلال الصلاحي، ومن أكثر المتابعين لك في الفيسبوك. أهلا وسهلا جلال، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بصحة وعافية، أنت والطاقم العامل في قناة بلقيس، وعيد مبارك على مشاهدينكم ومتابعينكم وعلى الشعب اليمني بشكل عام خاص وعلى الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. وأنت ألف صحة وسلامة أخي جلال. أيضا نرحب بالشاب الجميل الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عز الدين عارف. أهلا وسهلا عز الدين، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا أستاذ بشير، شكرا لك ولقناة بلقيس على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير مؤخرا. نعم، إذن سيكون معنا أيضا عبر الهاتف الفنان علي السعداني وكذلك مروان المخلافي وأيضا الفنان الساخر زكريا الربوع. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حققت برامج الفن الساخر على القنوات اليمنية هذا الموسم مشاهدات كبيرة وصفت بأنها الأعلى من بين البرامج السياسية والاجتماعية الأخرى، وعزى مراقبون ذلك إلى طبيعة البرامج الساخرة التي عادة ما تقدم بقالب كوميدي وبسيط يستهوي الجمهور ويصبح محل متابعته واستمتاعه. يا مراحي نسين نقاتل في سبيل الله؟ ما شاء الله ما شاء الله. الدنيا عالضيع، اليمن عيروح. إسرائيل قديفي تعز. سعت هذه البرامج والفيديوهات للوصول إلى قناعات المواطنين وإيصال رسائل سياسية وتوعوية لهم، خاصة في ظل سيطرة الإنقلابيين على الدولة وتجريف العمل السياسي والمدني. جايوا يحاسبونا للم تعينوا فلان والم تصرفوا لعلا. مشاهد كهذه وغيرها استخدمها الفنانون في كشف حقيقة الإنقلابيين بقالب كوميدي يوضح للمشاهد سوء الإمامة ومخاطر الإماميين الذين انقلبوا على الدولة. لم يكن هؤلاء الانقلابيون بمعزل عن هذه البرامج التي دخلت كل بيت يمني وحققت مشاهدات واسعة، بل حاولوا محاربتها بشتى الطرق. ففي ذمار على سبيل المثال أقدمت الميليشيا في منتصف شهر رمضان على اعتقال أحد أصحاب محلات الأنترنت، واتهمته بأنه يضع حلقات عاكس خط الفنان محمد الربع في أجهزة الكمبيوتر لتسهيل مشاهدتها لرواد محله. انتهاكات الميليشيا على طول البلاد وعرضها وفرت مادة خصبة للفنانين قدموها بقوالب ساخرة توضح مدى حجم وبشاعة الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، كما كشفت لمتابعيها اعتماد الميليشيا على الدعوات المذهبية والشعارات الطائفية الزائفة. مراقبون اعتبروا انتشار هذا النوع من البرامج سواء على القنوات الفضائية أو اليوتيوب مؤشرا على ضيق المجتمع من الأوضاع الحالية ورغبته في عودة الدولة، فيما أصبحت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد المتاح للمواطنين في ظل التعتيم الإعلامي الشديد والسيطرة على وسائل الإعلام الرسمي والخاص ومصادرة الإنقلابيين لكل المنابر ووسائل الإعلام التي لا تدين لهم بالولاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ جلال الصلاحي. أستاذ جلال أهلا بك، وأيضا الأستاذ عز الدين أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجميلة. بداية أستاذ جلال، ربما يعني مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن وسيلة خطاب يكون منها شخص قريب من الجمهور أتيحت لكم بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي،
ما الذي جعل جلال أول مرة يعني يتجه لهذا النوع من التواصل مع الجمهور، وكيف وجدت هذه التجربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كسائر الشباب اليمنيين الذي حاولوا أنه يساهموا في مآلات البلد. البلد منذ 2011 مر بمنحنى مهم. واجبي أنا كيمني في المهجر، يمني مغترب، أنه أساهم في دعم هذه الثورة اليمنية الطاهرة الذي ضحى الكثير من أجلها. فكنت أكتب من 2009 في الفيسبوك، كنت أكتب في صحيفة الناس أيام المرحوم حميد شهر رحمة الله عليه. نعم. فوجدت أنه عندما تكتب فصحى ونحو وبلاغة الناس ما تقراش. السواد الأعظم أصبح يفضل أنه يشاهد فيديو قصير يستمع، وكانت محاولة من أول فيديو، يعني لمست أنه حققت صدى كبير، واعتبرتها جبهة يمكن أساهم بها تجاه الأحداث. أول فيديو تم عرضه إيش كان من قضية يناقش، وكم كيف كانت المشاهدة؟ كان أنا وابني سعيد في مدينة نيويورك، وحتكلمت فيه على تعز، أنه تعز صعب تنهزم، لأنه تعز فيها سباك ودكتور ومهندس ونجار ومباشر وعجان وخباز، تنوع في مستوى الطبقة العمالية، تنوع كبير في مستوى أيضا الطبقة الاجتماعية، كان أشبه بخلية نحل. لن يستطيع علي عبد الله صالح ولا الحوثي ولا أي قوة تدحر ناس هذه التراكمات موجودة في حياتهم. لاحظت أنه 6000 فيو، 10000 فيو، 20000 فيو خلال يوم واحد. أنا ما كنتش حصل 6 لايكات في أي بوست. تفاجأت يعني؟ لا يعني كانت صدمة، زي برنامج الصدمة هذا. أيوة. فقلت والله يعني السنة غمزت، وخليني أوصل الرسالة وفرصة أنه يعني علي عبد الله صالح يقدح ويذبح في الشعب اليمني منذ 50 سنة. صحيح. فالفرصة كانت مواتية ان احنا ننتقم من هذا الرجل، ان احنا نعري هذا الشخص، ان النظام هذا. طيب المقاطع اللي كنت استاذ جلال تعملها، يعني وانت مثلا ماشي جاتك الفكرة ولا شفت موضوع على طول، ولا ترتب يعني افكارك واليوم بتكلم في نقاط 1 2 3، ولا كذا بشكل عفوي؟ للأسف اي موضوع ارتب له يخرب. يعني لما تجي الفيديوهات اللي تكون تلقائية. أيوة. ما ينبع من القلب يصل الى قلب المشاهد. الآن أصبحت من كثر الناس ما يتابعوا فيديو ويوتيوب وفيسبوك، وأصبح يدرك متى أنت تمثل عليه ومتى أنت صادق. فأنا حاولت أن أنا أكون مرتب ومنظم والتزم أسبوعيا بحلقة والتزم بموضوع، وتخرب كله يعني. طيب ربما تستخدم في بعض المقاطع يعني ألفاظ ربما دارجة، وألفاظ أوقات تكون يعني البعض قد ربما لا يتقبلها، لكن تحصل مشاهدة يعني كبيرة. هذه الألفاظ يعني من خلال يعني صدى الجمهور، هل يعني ينتقدوك عليها ولا يحببوا مثل هذه الألفاظ؟ ربما يعني لا تعكس. هي حصلت وقد يراها البعض أني سوءه في حق جلال الصلاحي. أيوة. لكن عندما إذا أردنا أن نكون صادقين نوعا ما، هي دارجة في حديثنا في اليمن، في المقايل، في الكذا. وأحيانا تكون تختصر لك وقت كبير للتعبير. يعني ما تلقش ألفاظ غيرها ممكن تكون ألطف شوية. أحيانا مع الانفعال يعني. أيوة. هو إيش مقصود يعني؟ أيوة. يعني نأخذ بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. يعني أحيانا تكون مش مقصودة، بس مع الـ 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 الانفعال أمام الكاميرا. نعم. والكذا الآيفون يعطيك باور، تشعر إنك يعني مسيطر على الوضع تمام، وتحصل من هذه النثرات يعني. طيب جلال، واعتذر للجمهور يعني عن كل ما سبق بهذه المناسبة يعني. إن شاء الله. طيب أيضا كمان معنا الشاب الجميل عز الدين عارف. عز الدين، أنت ربما لك تجربة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل آخر، ربما قيم، أهداف، مبادئ أنت تحاول يعني تعيشها وحاول تعكسها للشباب، وتنقل تجربة يعني وواقع تعايشها حاليا، خاصة أنت الآن في بلد غير اليمن. هذه التجربة إيش اللي يعني دعاك أنك تمشي في هذا الخط؟ انت ربما الان طالب لديك اهتمامات اخرى يعني اكثر من السوشيال ميديا وهذا المجال. اهلا وسهلا بكم من جديد. بالنسبه لي تجربتي مختلفه تماما عن البرامج الساخره التي كانت في موجوده في رمضان، او ايضا حتى عن طريقه فيديوهات الاستاذ جلال. فيديوهاتي مختلفه، طريقتي مختلفه،
لأني أرى أنه نحن الشباب، فئة الشباب الآن في هذا الوضع اللي وصلنا فيه اليمن، الصراع، الحرب، رأيت أن أنأى يعني بنفسي وبالشباب من أن نحن يعني أن نغرق في السياسة ونحن ما زلنا متقدمين في العمر، وهي شيء يعني سنضيع شبابنا في الاهتمام بالصراع السياسي، بالصراع العقائدي الطائفي، الذي لو اشتغلنا بشكل آخر أفضل على بناء ذواتنا نحن الشباب، على بناء شخصياتنا في العلم، بالقيام بالأهداف، بالتخطيط لذواتنا، هذا سيخدم اليمن في وجهة نظري بشكل أكبر بكثير من أن احنا شاب في عمر 18 سنة 20 سنة يخوض في نقاشات سياسية أرى أنها قد لا تسمن ولا تغني من جوع. ربما الواقع أنه الواحد صعب أنه يخرج من الواقع المعاش، يعني الوضع البلاد، الأزمة، الحرب، تفرض على الناس أنهم يتكلموا في الناس. بس جميل أيضا أنه لا ننسى هذا القيم وهذا الأشياء الأخرى اللي تعطي الناس الأمل، تخلي الناس تتفكر بالشيء الجميل، أنه لابد رغم كل هذه الظروف لازم نكافح ونقدم شيء للوطن. طيب عز الدين، أنت أول مقطع عملته إيش كان؟ يعني ربما الكثير الآن يقول عز الدين معروف بشكلك بالشعر المشطة. هل كان لها مثلا دور أنه مثلا بانتشار عز الدين، انتشار الفيديوهات تبعك، ولا ما لاش علاقة بالموضوع؟ والله نسأل الجمهور، يعني أكيد من خلال ما يتكلموا كل من جهتي أعتقد قد يكون لها سبب، يعني الشكل ربما كوميدي نوعا ما، الجاذب لهم، المختلف، هذا قد يكون سبب للمتابعة، لكن لا أرى أنه السبب الوحيد. يعني أنا أخاف من الحلاقة اللي يضيعوا المتابعين. أنا بالنسبة لي أول فيديو لو شاهدته جلست مركز على المشطة طولة الفيديو على الشعر. ما ربما هذا الكاركتر كان قديم، أنت الآن يعني عدت الآن أحياءه من جديد. أحياء من جديد يعني. طيب أكثر ما يجذب الناس مثلا في عز الدين بشكل عام، من خلال مثلا الأشياء اللي نزلتها سواء في اليوتيوب أو في الفيسبوك أو في مثلا سناب شات، إنستغرام، مواقعك، أكثر شيء مثلا عملته والجمهور حبه وحسيت أنه لازم تواصل أنت في نفس المشوار؟ والله الجمهور، أنا في البداية بدأت بسناب شات وبدأت أحقق مشاهدات الحمد لله، وأشكر المتابعين في سناب شات وغيره. سناب شات ميزته، أفضل ميزة فيه أنه شخصي، أنه بيرسونال، يعني يصور لك حياة الشخص بدون تكلف، بدون ما تروح تجهز أو تعد موضوع. هذا الشيء يقرب الشباب. بدأت في فيديوهات، أول فيديوهات كانت نصائح للثانوية، بحكم أني الحمد لله جبت درجات عالية في ثالث ثانوي، فقلت أجيب نصائحي وخبرتي في فيديو، لأن الفيديو أسهل للتعبير. صحيح. ثم وجدت يعني تفاعل عند الناس وأنهم يريدوا الكثير، فعلت فيديو لخريجية الثانوية، ثم لطلاب الجامعة كيف يذاكروا. لكن أفضل الفيديوهات اللي الجمهور يعجبه اللي هي تكون شخصية، اللي تكون عفوية. كان معي فيديو عن رمضان في تركيا، صورت أخذت الكاميرا معايا ومشيت، بس المترو، الإفطار، صلاة التراويح، عكست أجواء اللحظات ما قبل الفطور. بالضبط. الناس أعجبهم الجو أنه يعيش معك يومك، فعندما تجعل فيديوهاتك شخصية يشعر بالصداقة، يشعر بالحميمية، ويتقبل منك. ربما هذه النقطة اللي كمان أكد عليها الأستاذ جلال، أنه كلما كان واحد قريب ويتكلم بتلقائية وما خرج من القلب يصل إلى القلب في أي موضوع، سواء ساخر أو موضوع له قيمة أو ما شابه ذلك. طيب أستاذ جلال، معنا الآن، اسمحوا لنا نرحب معنا على الهواء الآن الفنان الجميل الأستاذ علي السعداني. أستاذ علي، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا روح. كل عام وانتم طيبين وعيد مبارك. وانت بصحة وسلامة ان شاء الله. استاذ علي، معك الاستاذ جلال صراحة. انا معيد مهلمس مرتاح، كيف الحال؟ كيف انتم يا غالي؟ الله يحفظك يا علي، يبارك فيك ويتقبل صيامك وقيامك ان شاء الله. امين امين، اللهم امين. كيف حالكم يا غالي؟ كيف الاخوة الحاضرين معك؟ وكيف الجمهور الغالي حق قناة بلقيس، بلقيس الامة الاعلامية؟ حياك الله أستاذ علي، مرحبا بك. حبينا في هذا اليوم أن تشاركنا اليوم عن دورة الإعلام الساخر. ربما أنت من أكثر الفنانين حضورا في مواقع التواصل الاجتماعي، عندك شريحة واسعة في متابعة لما تنزل وما تقدم سواء عبر التلفزيون أو عبر المقاطع. الآن في الفترة الأخيرة أصبحت كثيرة في صفحتك، أيهما أكثر تأثير أستاذ علي؟ ربما الدراما أم هذه المقاطع القصيرة والبسيطة التي تلقى بتلقائية؟ شوف يا أخي الكريم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا التواصل الاجتماعي كلما تدور كلما يعني كان القابلية للأسرع وللأكثر، والذي تجيب الرسالة في أكثر وقت ممكن، وأيضا في 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 في, في, في شيء هادف وجميل وبسيط، بسيط البساطة. طبعا الوسائل كثرت، ولكن يختلف
من يعني من شعب الى شعب، مش الشعوب كل اعتقد ان في مثلا دول الخليج تعتمد على السناب شات والانستغرام بشكل اكبر، اليمن مصر كذا تستخدم الفيسبوك بشكل اكبر وهكذا، وكل الكل ممكن يوصل الرساله وممكن يخدم، ممكن يقدم يعني يوعي ويقدم اشياء كثيره. نعم. الخلاصه يا اخي الكريم انه كل هذه الوسائل اذا استخدمناها استخدام صح واستخدام ممتاز للتوعيه، للثقافه، حتى للجبهات، حتى الى اخره. نعم. هذه بترجع مردودها كبير جدا على المشاهد، على المستمع، على المتابعين، على الجميع. نعم. ربما استاذ علي هذه المقاطع عبر يعني السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اعطتكم الحريه، ربما التلفزيون والعمل الدرامي بيقيدكم في اطار معين وفي زاويه من الزوايا التي يريدون ان يصلوها عن طريقكم للجمهور، لكن مواقع التواصل الاجتماعي انت بحريتك الكامله ربما ببساطه عن طريق اخذ الجوال ويعني التكلم والتحدث بصوره بسيطه مع الجمهور. اكثر المقاطع اللي كان لها اثر ودور كبير استاذ علي مما يعني انت انزلت بهذه المواقع؟ شوف يا اخي الكريم، ساذكر لك بصوره سريعه تاريخ التواصل الاجتماعي. نعم. بدات من التلفزيون يوم ان كان التلفزيون محصور على الفضائيه الذي حق الدوله الخاصه بالدوله، مثلا عندك اليمن، اليمن ما كان فيش الا الفضائيه اليمنيه وعلى يعني على الاريال يفتحوها على الاريال ما فيش ريسيفر. نعم. شويه تطورت المساله، كبرت كذا وازداد الوعي، ازداد الادراك عند الجميع. افتح التلفزيون ماده يعني زي ما تقول يعني قديمه وما توصلش بشكل كبير. نعم. بينما التواصل الاجتماعي هو سلاح العصر الان. شوف يا اخي الكريم، ما يدور الان في العالم بشكل عام، هناك صراع دولي، كل يلتهم الاخر، الكبير ياكل الصغير. كنا تحت ضغوط دوليه، من الذي يسيطر على الاعلام العالمي؟ هو من يسيطر على الشعوب وعلى تفكيرها وعلى توجهها. نعم. عرفت كيف؟ نعم. بما ما أن انتشر التواصل الاجتماعي وبدأ كل يقدم بشكل شخصي وينشر بشكل شخصي ويسمعها الكثير، تحولوا إلى صراع جديد. خلاص هذا ما تنضويش على الشعوب. نعم. طيب استاذ يعني نعم. نعم. طيب استاذ علي، ربما الكثير نعم استاذ علي، البعض قد يرى بان مثل هذه المقاطع التي تنزل كذا بشكل تلقائي كذا انها تسيء اوقات لبعض يعني المواضيع اللي يكون واحد مثلا في لحظه غضب، في لحظه تهور، وبعدين تسبب لكم مشاكل مع جمهوركم وعلى المتابع. هل هذه النقطه صحيحه ام ما تنزلوه انتم مقتنعون به تماما؟ شوف يا اخي الكريم، لابد انت يعني ناشط في الجانب الاعلامي وفي التواصل الاجتماعي، يجب ان تعي وما تشغل الكاميرا الا بعد ان تفكر ماذا ستقول. نعم. وما هي الصوره التي تريد ان تظهر بها؟ يعني اذا كان في موضوع وطني مثلا، لابد ان تتهيأ نفسيا ويعني ايضا بتخليها بعفويه، يعني تبين الانزعاج الذي انت يعني حول القضيه هذه. لابد ما شوف تواجه الجمهور. نعم. الذي اوقات استاذ علي. نعم. اوقات استاذ علي تابعنا لك بعض المقاطع وانت منفعل فيها بشكل كبير جدا سبب هذا الانفعال، يعني انا اقول لك ربما يعني الواحد لما يعني يتكلم مع الجمهور يكون اكثر بلغه، اكثر يعني قرب واكثر بساطه، انت تتكلم بطريقه منفعله جدا، ربما البعض ما يحبش هكذا خطاب تكلم بهذه اللهجه. صحيح. حتى لو كان عدوه. صحيح. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام صحيح. شوف انا اقول لك، عندما اقدم رساله مثلا الى المقاومه او انتقد المجازر التي تقوم بها الحوثي وعفاش في اليمن، اولا اشاهد واطلع ويعني واخذ المعلومات يعني الى ان اتاكد من المعلومه، هذا اول شيء. نعم. ثم احللها وارتفع منها الى ثم اقدمها وقدمها مليان طاقه. نعم. مش طاقه علشان اقدم صح. أه. علشان يتكفلها بصوره جميله. طيب. ثانيا هل هنا اقدمها
بمصداقيه. نعم. ولذلك لابد ان انا اكون مستوعب للفكره وللموضوع. نعم. ولذلك اخذ من الم من جميع الجهات. نعم. هل هناك مقطع فيديو او مشهد؟ نعم استاذ علي. استاذ علي، هل هناك مثلا مقطع نزلت فيديو في الفيس او في مواقع التواصل الاجتماعي او مشهد درامي او ما شابه ذلك، او حتى بوست على صفحتك بالفيسبوك وندمت عليه او سبب لك مشاكل؟ انت تخني في وادي مشيها بالمفاجأة. كيف؟ لكن حاضر علشان خاطرك. يعني انت ذكرتني بموضوع يعني انا تسرعت قد ربما تسرعت فيه، لكن هي قناعتي. نعم. قناعتي. ولكن تسرعت فيه نوعا ما. ما هو الموضوع؟ يعني الموضوع استاذ علي كلمنا بالموضوع. موضوع الانتقاد لهم يهمك، وال يعني هذا الموضوع يعني. أنا في بدأت ثلاثة أيام من بداية شهر رمضان وأنا أتابع البرامج. نعم. حق القنوات. في اليوم الثالث شاهدت أنه يعني وجهة نظر، يعني كانت وجهة نظري أنه الهم هم كان يعني يصوروا في تعز الأيش المجروحة، تعز نعم. المنكوبة، ويتكلموا بلسان حال من تهامة. نعم. تهامة المظلومة المجروحة المنكوبة التي. نعم. تعاني الويلة. نعم. من الحر من الكرم عدم كرر، ونشوف الحلقة الأولى الحلقة الثانية وما فيش أي ملامح عن تعز بأن نعم. بالواقع الذي نعيش فيه. نعم. وأيضا أنا أرجو أنك تخليني أكمل الفكر للآخر. طيب يا سلام، بس اختصر لأنه الشيخ في معنا ضيف كثير. اختصر يا سلام، الله يعطيك العافية. تمام. أكمل. نعم. فبسم الله شفت انه ما فيش اي ملامح توحي بالواقعيه ولا خدمه لهؤلاء الناس الذي بتتكلم بزمهم. ضف الى ذلك الى انه حتى صوره المواطن اليمني، لا مش هذا المواطن اليمني الساذجه الذي قدمت. نعم. هذه الصوره الساذجه. طيب الموضوع اللي نعم النقاط التي ذكرتها استاذ علي، النقاط التي ذكرتها وتندمت عليها ما هي حتى نختصر الموضوع شويه؟ هذا انا اختصر لك الموضوع. نعم. بعد هذا الموضوع انا قدمت وجهه نظري، قام الاخ فهد القرني رد بعد ما انا قدمت وجهه نظري. بعدها بيومين يمكن تقريبا محمد الحاوري نزل مقطع في نفس السياق، قام رد علينا الاخ فهد القرني حفظه الله ورعاه. أيه. بس انه يعني رد قاسي جرحنا يعني شويه. نعم. فانا رديت على فهد القرني متسرع. ايوه. في حاله تسرع. فقلت يا اخ فهد القرني ليش احنا يعني بتقول ان الذي انه همي همك رقم واحد واول ظهور لك يعني اعلامي ما تتكلم الا عن همي همك وما تكلمت عن تعز ولا تكلمت عن يعني حتى زملائك الموجودين في الجبهه الذي بيقدموا والذي بيتابع والذي يعني الذي بيقدم ولا نخس ولا بيقدم يعني كل واحد بيقدم من وجهه نظره. نعم. يعني القنوات الاخرى ولا ذكرت حد ولا سميت كلمت حد، ما تكلمت الا عن همي همك، ليش هذا؟ وتقول لهم ان الذي بينتقدوا الحوثيين احنا عوديين يا اخفاك. ايوه. انا انفعلت. نعم. وبعدين تندمت على ان انا انفعلت هذيك اللحظه والغيت الفيديو. بس ربما فهد كان يقصد في بعض النقاط التي ذكرها بخصوص المسلسل، وفهد كما تعلم بالتاكيد ب هو في الجبهة ومشارك وبيدعم الجميع. نعم. أستاذ علي يعطيك ألف عافية، سعدنا. نعم أستاذ علي، ما شاء الله عليهم يقدموا أفضل. نعم. مننا، ولكن جهودنا سعدنا فيك أستاذ علي. نعم. ضيق الوقت اسمح لي. نعم. أستاذ علي ضيق الوقت. نعم. سعدنا بمشاركتك معنا، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله نلقى لك يعني أعمال دائما أنت مميز فيها ودائما ما تبهرنا بما تقدمه، وأنت من الفنانين الجميلين اللي يعني نفتخر فيهم ونسعد عند رؤيتهم في الشاشات اليمنية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك أستاذ علي. إذا عودة لك أستاذ جلال وأيضا عز الدين. أستاذ جلال، ربما يعني الأخ علي الولدانا من النقطة الأخيرة يعني سبب المشاكل أكثر شيء، سبب جلال الصلاحي مشاكل من المقاطع اللي نزلتها. أنا ربما وتندمت على هذاك المقطع اللي نزلته من الفيديو. أنا صعب أقول إن أنا تندمت. أيوة. لأنه لو أشتي أقول أتندم بتندم على 180 فيديو. ليش تندم؟ لأن هل كانت كلها مش موفقة حتى لا لا بالنسبة لي أنا. أنا أفكر بصوت عالي يعني. أيوة. بالنسبة لي الفيديو تفكير بصوت عالي، تفريغ الطاقة الذاتية موجودة داخلي، أعبر عن صوت جلال الصلاحي الإنسان اللي داخله
وايضا عن معاناه من يوافق جلاله الصلاحي الراي. نعم. فكلها سببت لي مشاكل. أيه. اكثر شيء سبب لك المشاكل؟ اكثر فيديو سبب لي مشاكل عندما اكثر من فيديو عندما اتطرق لل للعلماء الدين ورجال الدين وتجار الدين. أيوة. في عندنا مشكلة إنه كثير من الجهل له دور كبير يعتبر. أيوة. إنه رجل الدين هذا خط أحمر. أيوة. أنا بالنسبة لي رجل الدين لا يختلف عن جلال الصلاحي، لا يختلف عن بشير، عن عز الدين، وشخص يجتهد يصيب ويخطئ. نعم. وهو محل انتقاد. الله خلق العالم من أجل الجاهل. نعم. يعني العالم وظيفته وجد انه عالم من اجل الجاهل. ربما الانتقاد البناء، هل انت قسيت عليهم مثلا بالالفاظ، استخدام الفاظ ربما يعني هي اللي جعلت الناس ينقموا منك من هذا المقطع؟ يعني كان كلامك المفردات مثلا انا ممكن اكون واضح ودقيق. نعم. انه في احد الفيديوهات قلت هذا الدين الله اعلم من ان جبتموه، هذا ما هوش دين الله ولا دين رسوله، بعد حادثة سحل 16 شايب في عدن في دار المسنين. نعم. وذكرت انه طيب كيف حكمت على هؤلاء الاشخاص انهم هم اللي يعني ربما لهم يد في الموضوع؟ لا كنت اناقش دور عالم الدين، يعني انا بعطيك النقاط بالتفصيل وربما قد يثير سخط المشاهدين الان. نعم. لكن خلينا نتناقش بأريحية. نعم. انا قلت ان احنا امه من 1400 سنه واحنا مشغولين بفسافس الامور. أيوة. نتكلم عن حكم الحيض والصلاه والوضوء والمسواك وامور ثانويه. نعم. في وقت احنا بحاجه الى ان نتكلم بامور عظام. الناس تسحل في الشوارع، البلدان العربيه تهتك استارها. نعم. الاطفال يمثل بجثثهم في الشوارع. نعم. واحنا نتكلم عن فائده بول البعير وصوم رمضان، هل يجوز تفطر بتمره ولا بماء؟ هي رغم قيمه هذه القيم والاحكام التي هم يعني هي احكام دينيه ويعني احنا نجلها ونحترمها، لكن مثل ما ذكرت هناك لا يعني ما هو اهم في الوقت الحالي. المشاهد او المستمع او المشاهد يعني عندما يقيم اول شيء يتنصل يعني يتجاهل انه اللي قدامه هذا جلال الصلاحي مسلم يمني. ايوه. يعني انا ما نش قادم من كوكب اخر. نعم. يعني انا مسلم من بلد مسلم، من اب مسلم، من جد مسلم، يعني الامور هذه انا قلت انه في اولويات. نعم. في فقه اسمه فقه الاولويات. نعم. انا عندما قال ما حكم دم البعوض اذا وقع في ثوب احدكم؟ لك الآن رجعت من العلماء قال قتلتم الحسن والحسين وتسألوني على الحين على دم البعوض هل ينجس الثوب؟ فقصدي المستمع صعب انك ترضي الجمهور. نعم. وبعد ذلك انت نزلت كمان مقطع اخر اعتذرت لهم وبينت وجهه نظرك انه ما تقصدش في الشب والتجريح بقدر ما مش اعتذار، لانه انا ما زلت مصمم انه رجل الدين هذا ليس خط احمر. أكيد. لا يوجد في الدين ولا في الاسلام ولا في الشرع حاجه اسمها انه دم العالم مسموم، لحمه مسموم. نعم. لا انت عالم تجادلني وجادلك بالحجه وبالكلمه بالبراهين. نعم. بالنصيحه. نعم. وفي النهايه يظل الانسان هو انسان مش معصوم من الخطا الا الانبياء والرسل. نعم. طيب ربما ايضا كان هناك ايضا لك بعض الشطحات مثلا كما انت تبنيت ربما الحراك البرغلي. الحراك البرغلي واعتقد كان هذا من اكثر المواضيع اللي الجمهور ربما استاء من جلال. لا بالعكس. جلال يعني يتكلم بصوت اوسع صوت كذا. بالعكس انتقل المتابعه من 45 ألف الى 90 ألف متابع. ربما هؤلاء المتابعين اللي يكرهوك دخلوا عشان يشتموه. مش حكم. لا اقصد لا انك اثرت موضوع يهتم فيها الكثير. نعم. كثير من الناس يعني شاهدوا الحلقه من منظر انه جلال جهوي وطائفي وقنصري. أيوة. ويدعو لنزاعات مناطقيه. إذا أشكلت الفكرة من لا يعني من أساسها. أنا هذه أنا يطلق علي برغلي منذ 500 سنة. نعم. أنا لست سبب هذه التسمية، أنا ضحية هذه التسمية. فبالتالي إذا هم كانوا مارسوا هذا العنصرية وهذا مثلا الدينية. آه. يعني المفروض أنت تكبر يعني عن لا 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 تتكلم بالصوت الأوسع. عندما عينك توجعك لازم تفتحها وتروح عند طبيب عيون، لا يمكن تروح عند طبيب جلد. لازم نشخص المرض من أجل علاجه. نعم. وكثير من الناس وحاولوا انه يفسروها وحوثة. أيوة. كثير اعطوها تفسيرات كثير انه البرغلي هو عباره عن البر واحد بتعز البرغلي سمع قصص من. أيوة. جدتي. أيوة. هو مش حقيقه. نعم. هو كان في سلاح من بلغاري استوردوه
ما يطلقش. نعم. وحصلت مشكلة في تعزي الرعوي وقال يقاتل. قال واحد من حرس الإمام هو برغلي ما يقرعش يعني على أساس أنه بندق. ومن التسمية ومن ذيك الوقت ومن هذيك اليوم. طيب أنا ضحية هذه التسمية وأنت يجب أن تعالجها. طيب أنا عندما الحراك الجنوبي ولا حراك تهامة ولا أنا كان ممكن أقول حراك أبناء الجند لن يجد صدى، لكن عندما تقول الحراك البرغلي الاسم نشاز. نعم. الاسم سيوجع الأطراف كثيرة. نعم. سواء المتلقي أو المعارض. نعم. اتصلوا بي مشايخ من الحدا، من صنعاء، من مأرب، اتصلوا بي شخصيات كبيرة في اليمن لا أحب ذكر اسمها الآن، وتوصلوا. نعم. من دعم هذا الحراك. أيوة. ربما لأنهم يعني يقول لك إنه في الوقت الراهن الكثير يبحث عن التوحد، الصوت الواحد مهما كان. صح إن هؤلاء مارسوا قيم سيئة، مارسوا يعني تصرفات سيئة ضد أبناء المناطق يعني الوسطى أو يعني ما يسمى بمحافظة. شوف إحنا أخذنا إرث، لست أنا ولا أنت ولا المشاهد المتسبب في هذه التسمية. نعم. صحيح. ولا في هذه الممارسة، لكن يجب أن تظهر كل مشاكلنا على السطح ليتم علاجها. نعم. بغير هذا المنظور. نعم. يعني تظل مدفونة. ولا نعم. طيب اسمح لي أيضا عز الدين، اسمحوا لي معنا الآن هاتف وبعدين نعود لعز الدين. معنا الفنان الكوميدي الجميل مروان المخلافي. مروان كل عام وأنت بألف خير. هو أنت بخير وصحة السلامة بشير والشباب اللي عندك في الاستوديو كلهم وعزوز والأستاذ جلال وكل الطاقم. أهلا ومرحبا بك مروان. ربما مروان كان يمكن من أوائل الناس اللي بدأوا في مسألة المقاطع عبر اليوتيوب وتتكلم بلهجة ساخرة من أدو 2011، لكن ربما مروان كان أول واحد، لكن الآن اختفى مروان من هذه المقاطع. ربما ما انشفتش مقاطع المروان رغم زحمة الناس الكثير اللي رجعوا لهذا النوع من التخاطب مع الجمهور بالسوشيال ميديا. ما هي الأسباب مروان؟ من الجميل يا بشير أن أنت تكون مؤسس اللبنة الأولى وبعدين أنه في ناس كثير اخطوا على قطاعك، هذا جميل يعني. نعم. أنا بالأخير أسعد جدا أنه يكون في كثير من الشباب بدأوا يشتغلوا في هذا المجال، في هذا الشكل من الأشكال القالب الساخر. نعم. شيء طيب أنه يكون عندك عدة أشياء أو عدة أشكال تكون ناطقة، ما يكونش في حد فقط هو الذي يعني في. نعم. متصدر المشهد. دائما أقول إنه يا بشير القلم الذي لا يؤثر ينكسر، والعقل المسلوب دائما لا ينتهي، واللسان الغير منصف يذل. نعم. لكن عندما تجد أقلام وأقلام جميلة ومتنيرة متعددة وعقول كثيرة وألسنة كثيرة منصفة، هذا بالعكس يشد على يدك ويعزز القيمة اللي أنت بدأت فيها. وفعلا الآن لما أشوف معك الشباب في الاستوديو. نعم. ولما أشوف كمان في كثير من القوالب اللي بدأت. نعم. وظهرت بشكل قوي. نعم. هذا بالعكس جعلني يعني أكون أنا من أشد المعجبين فيهم وأكون متابع لهم. نعم. أنا أصلا. طيب مروان، إذا تحدثنا بشكل وبصورة أوسع عن البرامج الساخرة التي عرضت سواء في السوشيال ميديا أو عبر الشاشات اليمنية خلال شهر رمضان، كيف تقيم هذه البرامج؟ هل كانت الرسالة يعني واضحة، ساهمت بشكل كبير في تصحيح الكثير من المفاهيم، إظهار الصورة الحقيقية للناس خاصة البسطاء الذين ربما هذا النوع من التخاطب معهم هو ما يصل إليهم، الخطاب معهم في نوع من اللغة المتعالية أو الكبيرة ربما ما يفهموهاش، في هذا اللغة البسيطة تكون أقرب للناس. كيف تقيم أداء الإعلام الساخر في شهر رمضان سواء في الشاشات أو مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو سواء كان أخي بشير سواء كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. نعم. ووجود هذه الأعمال سواء كان على مستوى اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي أو التلفزيون مهمة جدا. نعم. لأنه عندك أنت ثلاثة أشياء ممكن أنت تستفيد منها. أنت إذا ما عززت قيمة، أنت إذا لم تعزز قيمة أو الفكرة للشخص الذي يناصر فكرتك وتكون أنت معه بحد ذاته، تجعله في 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 إطار التشكيك. لكن لما أنت تظهر وتتكلم بلسانه تشعر بالفخر، وممكن يشعر كمان إنه أنت تتكلم بلسانه وهو أحد الأدوات لك في الساحة. يعني إذا أنت تتكلم في الإعلام هو لك في المقاومة في الساحة بين الناس، سواء أي كان عمله، إذا كان مثلا جانب مقاومة أو جانب خدمي للناس. نعم. هذا جانب. إذا ما عرفتش هذه القيمة أنت ممكن تخلي الناس اللي هم نقول للأفواه الصامتة أو الناس الصامتين أو اللي هم أصلا معاك ولكن خائفين
فتحصله يضحك من داخل قلبه يقول والله لا والله هذا دقهم نعم. او والله هذا جاب حقي هذا برز قلبي ويخرج للشارع هو يعني مكشر وطبيعي نعم. يعني طيب مروان ربما في ظل الظروف الصعبه يعني الميليشيا ضيقت على الاعلام سواء في الداخل ولم يبقى هناك الا صوت واحد فقط الذي يسبح ويهلل باسمهم في اليمن أنتم لكن في المقابل قدمتوا أشياء كثيرة عبر قنوات أخرى ومن خارج الوطن هل يعني العمل من خارج الوطن ربما بنفس القوة بنفس القيمة بنفس الرسالة التي كنت لو كنت داخل الوطن ستكون بنفس القوة أم يعني ظروف الغربة وخارج الوطن فرضت عليكم قيود ربما كان الأداء يعني مش بالمستوى اللي تحلموا إليه هو بشير إذا كنت داخل الوطن أنت عندك حرية الكلمة لكن إذا أنت خارج الوطن بيكون عندك أنت حرية الكلمة إضافة إلى غصة الغرفة وأعتقد أن أنت شاعر بهذا الجانب يعني أنت يعني مغترب وكل الناس الإعلاميين الجيدين كلهم خارج البلد هذا للأسف يعني غصة الغرفة هي فعلا تجعلك أنك تتكلم بحرقة أنا كنت معك أنك تتكلم مع الأخ علي السعداني أنه كان بعض الأوقات يكون شديد أو بحرقة يتكلم أو نعم. فعلا تحصل أنه مش بإيده يعني بالأخير الكلمة لابد أنها تطلع بقوة احنا يعني لما كنا في 2011 يا بشير وانت تعرف هذا الشيء وكنا مع نعم. بعض انه لما كنا نشتغل دردشات مواطن نعم. كنا نشتغل وعنا في قلب الساحة وعندنا حرية الكلمة وعندنا الشجاعة والقوة وفعلا مرتاحين لكن تحصل لما تكون انت خارج البلد لا بيكون انت كمان عندك تعزيز يعني قيمة اخرى اضافية اللي هو مسألة الغربة هذا فعلا الذي تؤذي نعم. هذا الجانب اللي فعلا يخلنا فعلا احنا نتمنى انه نستمر نعم. في هذا الجانب لأنه الناس محتاجين إلى السياسة الساخرة وبكل الأشكال سواء كانت درامية أو نعم. كانت يوتيوبية واضحة نعم مروان شكرا لك لو كان كلمة أخيرة تختم بها معنا في هذا اللقاء بسبب ضيق الوقت نختم بها منك تفضل أنا أشكرك يا بشير على الفرصة وأشكر الجميل الأخ أسامة وأشكر كمان الأستاذ جلال الله يحفظك أستاذي العزيز التلقائي الجميل اللي دخل قلوب الناس كما أشكر عزوز برضو تلقائي وجميل مع فارق الشعر يعني لازم نحلقه بعد البرنامج جميل شكرا لك مروان المخلافي الفنان الجميل كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة عودة إلى الاستوديو مع عز الدين إذن هذا التجربة ربما أنت حبيتها يعني في المستقبل يعني ما هو النوع اللي أنت ممكن الآن بعد تجربة يمكن الآن لك سنة وشوية في هذا الموضوع ما هو المواضيع اللي أنت وجدت أنه لها قبول كبير من قبل الجمهور وحاب تستمر فيها وإن شاء الله تحقق نجاحات والله أنا النقطة ستعود إلى البداية وهي أني مركز على الشباب أنا يعني رسالتي من الشباب وإلى الشباب أنا أسعى بتعاون الجميع وشكرا لكل من يعاونني وأن يقف معي من يتابع من ينشر أن أكون أحد الأصوات لن أكون الصوت الوحيد أحد الأصوات للشباب اليمني نعم. الشعب أو الشعب العربي الوطن العربي كمان أنت العالم. تتكلم عدة لغات معك الفيديوهات حتى باللغة الإنجليزية والتركية نعم والتركية يعني نعم. هذا ممكن يخدمك أكثر معك الآن جمهور ممكن واسع يعني غير الجمهور العربي واليمني نعم الحمد لله في جمهور تركي يضايق لما أتكلم عربي يقول لي ليش ما تتكلم إنجليزي وأحاول أوازن بين اللغتين لكن هذا صعب لكن في البداية رأيت أن الأهم هو اللغة العربية كان بإمكاني نبدأ باللغة الإنجليزية وكنا نتكلم مع الأستاذ جلال أنه اللغة الإنجليزية لها قبول واسع لكن ما فائدة أن يتقبلني العالم وأبتعد عن المجتمع الذي أتيت منه بالضبط فيعني هدفي أن أكون أحد الأصوات التي أصوات الشباب اليمني الشاب اليمني زي ما كنت في النقطة اللي أذكرها أنه العالم لما تكلموا من تعرف من اليمن هل في يوتيوبرز يمنيين هل في فلوجرز يمنيين ما فيش إلا واحد بإنجليزي كنا نتكلم عليه في أمريكا ولا يتكلم عربي حتى طيب عز الدين كيف نظرتك أنت للإعلام الساخر عبر السوشيال ميديا وعبر القنوات اللي بيقدموا مجموعة من الفنانين اليمنيين وبعض وأيضا الأستاذ جلال واحد من ضمن اللي يعالي قضايا بهذا الطريقة والله هذا كله يعني بالنسبة للأستاذ جلال هو جهد فردي لكنه عظيم يشكر عليه نعم. أنا سأعتب على القنوات يعني هو عتب أو نقد بناء أنهم لا يتوقفوا عند هذا الحد
البرامج جيدة لكن أعتقد أنها منذ سنوات وهي في نفس المنوال في نفس طريقة البرامج يشكروا عليها على الظروف التي يقدموا في الظروف التي يقدموا فيها البرامج. لكن نتمنى أن تكبر أن تكون توك شو مثل برامج باسم يوسف أو غيره اللي يكون الجمهور حاضر فيها. ربما الإمكانات عز الدين تحول دون تقديم نوع يعني من هذا الإعلام بطريقة بنفس الحجم والكبر. يعني ما تعلم الظروف في اليمن صعبة أيضا، حتى دعم الإعلام والسوشيال والجانب الإعلامي بشكل عام في اليمن لا زال ما في شيء تلك المادة اللي تقدم مثل ما يحصل عليه بقية الدول. لكن سولي خاطبكم أنتم الآن السنارة عندكم الآن. إحنا يعني أعتقد معنا برنامج ولا نخسر أن يعتبر العام الماضي مثلا كان البرنامج الوحيد الذي بقى مثلا في القناة اليمنية يقدم بهذا القالب. هذا السنة إن شاء الله يعني واستمر، وإن شاء الله نحاول نخليهم يقدموا شيء أفضل بطريقة أجمل إن شاء الله. البرنامج رائع والبرامج جيدة، لكن نتمنى أن لا يقفوا عند هذا الحد، أن لا يرضوا بالنجاح. نعم. طيب أستاذ جلال، برضو أنت الآن تجربتك أنت راضي عنها، يعني هل أنت خلاص جلال قوله بنفسه في هذا النوع من تقديم بعض الفيديوهات أم لك طموح آخر حلم آخر؟ أكون كاذب إذا قلت لك إن أنا راضي عن أي شيء. لن أتوقف حتى لو أنا مش راضي. نعم. لن أتوقف عن ما أقوم به حتى يعني يقبروا علي عبد الله صالح ولا يحرقوه عبد الملك الشمة هذا، لأنه الغرض مش إنه أعبر عن حاجة في داخل جلال الصلاحي. أنا إنسان مثلك مثل أي واحد، معي همومي الخاصة ومعي مشاكلي اللي تكفيني لألف سنة قادمة. لكن العمل اللي قمت به أنا هذا والذي سأستمر فيه إن شاء الله إلى أن يعني أخذ الله أمانته أو أنه نحقق غايتنا، إنه السفيه هذا يرحل إن شاء الله ويعود اليمن زي ما كان إن شاء الله. لأنه المسألة مش شخصية بقدر ما هي ما يعني عيش الرؤية. بكرة أنا بكرة ابني بيعيش مأساة، يعني الآن تقريبا حوالي 3 أجيال انتهت في اليمن. جيلك وجيلي والجيل القادم بلا مستقبل بلا رؤية بلا بلد بلا وطن، أصبحنا شتات. فلازم نستمر كل واحد بقدر ما يستطيع بقدر ما أوتي من قوة. طلعت خيبل حتى كذا بالشارع. طالما تشعر انه اتادي رساله هذا عمل عظيم. يعني طيب. تواجه المشكله هذه يقول لك انزل الجبهه، يا طيب انا ما الجبهه ما تناسبني، انا ما اقدرش اقرح مثلا، انا اشعر انه مكاني في المنطقه هذا في المكان كلها جبهات. نعم وكلها جبهات ممكن تاثر. نعم. طيب نظرتك انت بالتاكيد من اكثر المتابعين لما قدم سواء في رمضان او غير رمضان من الاعلام الساخر بالضبط. في القنوات في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نظرتك لهذه البرامج التي قدمت؟ اولا انا حبيت انه علي السعداني ما كان شيء اعتذر على الانتقاد حقه. شوف انا اشوف العيال حقي عندما جيت في اول رمضان برنامج هفه مجانين بغرفه ايوه ومركوضه مدري مدلوزه ايوه قريه مركوضه نعم. ايوه وبيرم هذا ايوه يا اخي هذا اقسم لك بالله العلي العظيم لو داروين وجد في هذا العصر انه كان يقول اصل القرد يمني. لا كوميديا لا منطق لا قضية، بس ربما يقول لك هذا هو الواقع المعاش. مش هذا الواقع. لا لهم بالهم صوروا الأمور الآن تقاس بمقاييس. نعم. مقياس السرعة الكيلو، مقياس المسافة المتر. يعني الآن أنت لو تشل هذا هفة ولا وحتى ولو يزعلوا من البرنامج حقهم أو ولا همي هما كله، لو تأخذها لا عرب ستار ولا لا إكس فاكتور وتقول لهم هذه كوميديا، أنت تخيل إنه مثلا تطلع مثلا زي طلع فؤاد الكبسي لعند هذا عربي ستار وقول لهم هذا نقيمه كم يعطيه اكس. نعم. ايدوب مطرقه. نعم. يعني الامور الان تقاس ما عادوش يعني اعتباطيه. نعم. فبالتالي يا اخي انت تنفق ملايين الريالات على هذه السخافه. اليمني يعني نص الممثل يعني كلهم عجم كلهم مجانين. نعم. كلهم خضعان كلهم غلف كلهم ما هوش هذا اليمني. نعم. ثانيا لولا الواحد مصممين من قبل 6 سنوات على اصحاب تهامه. انا طيب يا اخي في عندك مشاكل في صنعاء، في مشاكل في عدن، في مشاكل في لحج، في يا اخي تكلم باكثر من لهجه. نعم. يعني بس لانه الشريحه هذه شريحه بسيطه ومحترمه ومؤدبه اللي قال عليهم الرسول عليه الصلاه نعم. والسلام الايمان يمني والحكمه يمني. هم هؤلاء الاشاعره. نعم. لكن انا اتحداه يروح يعمل نفس هذا في حاشد في خارف ربما في برط في نعم. حتى نكون صادقين صحيح ربما حصلت انتقادات كثيره وان شاء الله يعني انه
يعني اعمال احنا نحترم كل الفنانين اللي يمثلوا، واعتقد الفنان هو بيخضع لسيناريو مكتوب يلزم بقدر ما يكونش مقتنع بالشيء اللي يقدم فيه. استاذ جلال سعدنا بلقائك، ايضا الاخ عز الدين ربما الوقت داهمنا لم يبقى الا كلمه منك وكلمه من عز الدين نختم بها البرنامج. تفضل عز الدين. انا بس كان معي تعقيب بسيط انه ايضا انا اوافقه في الانتقاد المسلسلات هذه انها اظهرت أسوأ ما فينا. نعم. وتقول هذا هو الموجود، انت اخذت أسوأ الموجود ثم تقول انه الموجود. نعم. هذا غير يعني مقبول بالنسبه لنا وغير منصف. نعم. بالنسبه لي يعني انا احث الشباب من هنا ان يتجهوا. نعم. الى وسائل التواصل الاجتماعي، الى اليوتيوب. لدينا نخبه من الشباب اليمني الذي نسعى لان. نعم. يعني يكون نجم لكي يمثل اليمن. لدينا طلاب يمنيين مغتربين اتابعهم عبر سناب شات يرفعوا راس اليمن افضل. نعم. من هذه المسلسلات مع احترامي الشديد لها، فارجو منهم ان ياخذوا ان يجمعوا شجاعتهم، يدخلوا اليوتيوب، يدخلوا سناب شات، يدخلوا هذه وسائل التواصل الاجتماعي لكي نمثل اليمن، خصوصا الطلاب. نعم. المغتربين المتعلمين، لكي نظهر اجمل ما في اليمن. نعم، شكرا لك عز الدين عارف. نعم. يعطيك الف عافيه. ايضا الاستاذ جلال كلمه اخيره. أوجه كلمة للأخوة المتابعين للمواقع السوشيال ميديا والفيسبوك. نعم. نحن بشر نخطئ ونصيب. نعم. فإن أخطأنا فأجرنا فعقابنا على الله، وإن أحسننا قد اللايك. نعم. يعني هذا الجزاء والشير. يعني الأمور أحيانا ما تحتملش أنه يحقد عليك واحد ويقدح في حقك وفي عرضك. نعم. وفي كذا. بالاخير احنا نحاول نؤدي رساله بالقدر. نعم. المستطاع. نعم. شكرا لكم. استرجي لك كلمه اخيره بس نختم بها، يا كلمه فقط. اسعد يوم يعني تشعر فيه من جمهورك ما هو عندما تنزل اي مقطع موضوع مهم؟ عندما في كلمتين. عندما يقولوا جنب حمود. جنب حمود. يعطيك الف عافيه. شكرا لك الاستاذ جلال الصلاحي الناشط السياسي. شكرا عز الدين من شاب الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وشاب وعد عز الطالب في الجامعه، ربنا يوفقك. الشكر ايضا للمشاهدين الكرام لضيفنا عبر الهاتف من الرياض الفنان علي السعداني، وكذلك للفنان مروان المخلافي كان معنا من القاهره. الشكر موصول لكم على حسن المتابعه. طبعا مع حفظ الاسماء والالقاب نعتذر لو يعني حدث او ذكر بعض الضيوف او يعني بعض الاسماء التي ذكرت، نعتذر لكم جميعا، هو من باب النقد البناء ليس من باب يعني الانتقاص من شخص احد. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، نلقاكم ان شاء الله بحلقات جديده من المساء اليمني، وعيد مبارك، كل عام وانتم بالف خير. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل اسامه عادل القطيبي، كما هي لكم مني حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.